النور. اهلا وسهلا مدام ماجده، كثير مبسوطه انه نكون موجودين سوا في بيرفكت ويدنج شو بالشارقه. الله يخليك، انا اسعد بوجودكم. شو بدك تخبريني اكثر عن لوفوال؟ لوفوال بدينا قبل سنتين، فكرنا ان نفتح محل عبايات بتتشات فرنسيه، فاخترنا الاسم لوفوال اللي هو الحجاب. فعباياتنا اخذناها بالستايل الفرنسي، دخلنا فيه الدانتيل الفرنسي اكثر. غرب عباياتنا بهالطريقه بستايل حديث. ايوه، اهم شيء يكون اليجنت وبسيط. طيب مدام نجلاء، اليوم العروسه اللي عم تحضري على شاشه بلاس، بعرف انه اكيد كل عروس، خاصه كل عروس خليجيه، بتدب كذا عبايه وبيكونوا انه كثير مميزين. لازم بجهزها. شو بدك تقولي لها وشو بدك تخبريها؟ عبايات العروس دائما تكون سبيشل، فلازم عباياتها تكون ثقيله، الماتيريال مالها يكون جدا راقي وفخم، الحرير، الدانتيل مشغول، في نفس الوقت تكون عبايتها بسيطة اللي تقدر تستعملها أكثر، ما تكون ثقيلة. فأقولها اختاري الأقمشة الحرير، الشيفونات، الدانتيل اللي المشغول، ابتعدي عن الأشياء الهيفي، الأشياء اللي وايد تكون فاشن، على أساس أنها تقدر تستعملها لأطول فترة. طيب مدام نجلاء، بتحبي تقولي الفيسبوك، الويب سايت، الأدرس، كيف يوم يتصل فيك؟ حدا في وين موجودة؟ موجودين في دبي، يقدرون يتصلون على رقم 056-114-2200، أو يسوون لنا فولو على الانستغرام اللي هو لوفوال عباية LOVILE عباية، وفي الفيسبوك بعد نفس الشيء اللي هو لوفوال كوتور، والتويتر بس اغلب شيء في الانستغرام. نحن بتحبي تقولين كلمه اخيره لشاشه بلاس؟ اشكركم على هاي الاستضافه وسعدت يعني بهاللقاء. شكرا.